تعمل بمزاجك. طب لما بتيجي
تسرح تحب المريد المجتهد العبد اللي دايما يقف على محراب الأحدية والشيطان يلعب فيه وهو واقف على الحال. اسمع يا مصطفى، الشيطان يلعب فيه وهو واقف على الايه؟ على الحق. يقول له برضه اللهم اعنا على دينك وشرك. اسمع بقى، يبقى لما تيجي تسرح بتسرح صافي، ان الشيطان ما يلعبش فيها بطريقه عربيه. Thank you.